أهلا وسهلا المشاهدين الكرام في كل مكان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعائلة ديالكم والجميع. كنحاولوا أننا نتكلم على مواضيع عدة. اليوم اختاريت موضوع التشهير، موضوع اللي كنتكلم عليه يعني بشكل دائم يوميا. كنتكلم على متابعات كتخص يعني هذا الموضوع الشائك في المغرب اليوم، الكل يتحدث عن التشهير. بغينا نتناولوا هذا الموضوع نتاع عقوبة التشهير باش الناس يعرفوا المعنى ديالو الحقيقي، وفوقاش كيكون هذا التشهير يعني قانونيا. انتشرت يعني في الآونة الأخيرة ظاهرة التشهير يعني بالآخرين، سواء يعني في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا على التيك توك الفيسبوك او على اليوتيوب كذلك، ولا في الصحافة. حتى الصحافة كاينين اللي كي يوقعوا في هذا الخطأ نتاع التشهير كذلك. غير اللي خصنا نعرفوه اليوم هو انه هناك فرق ما بين النقد المباح اللي كيركز على الفعل ماشي على الشخص، وحتى على الخطأ ماشي على اللي ارتكبه. يعني الا بغينا نتكلموا على شي واحد غادي تتكلم على الخطأ اللي داره ماشي على كيفاش عايش وكيفاش كيتمشى وشنو كياكل وشنو كيدير يعني في حياته الشخصية. يعني السب والتشهير يعني في حق واحد اللي خطأ ممنوع يعني قانونيا، وكنقدوا بأن نقولوا كذلك بأنه كيكون مساس بالشخص والوصف دياله يعني بأوصاف لا علاقة لها بالنقد المباح. مثلا عندنا سياسي ارتكب فضيحة مانيش عارف في رشوة، ولا يمكن لك تحدث على الرشوة ولكن ما يمكن لكش تحدث على طريقة العيش دياله، تدخل له في المسائل الشخصية دياله، تكلم غير على هذاك المشكل وفقط. ما غاديش تقول لا هذاك السيد مثلا، نعطي مثال، هذاك السيد ما كيصليش مثلا، انت ما عارفوش واش كيصلي ولا ما كيصليش، هذا غير مجرد يعني مثال وفقط. اذا اللي خصنا نركزوا عليه اليوم هو انه كاين نوعين، كاين النقد المباح يعني اللي مخولوا لنا القانون في اطار حريه الصحافه وحريه التعبير لجميع المواطنين والمواطنات، وكاين السب اللي كيدخل يعني والشتم اللي كيدخل فيما يخص التشهير. القانون المغربي اهتم بهذا الموضوع الحساس الا وهو التشهير، واعطى يعني وضع عقوبات في هذه الجرائم اللي كتخص التشهير لانه هو جريمه. ونقدروا نعطيو مثال فيما يخص التشهير، يعني اعطينا امثله في بدايه الحلقه ولكن نزيدوا. التشهير كيكون من كتنتهك واحد الحرمه نتاع منزل، ولا كتعتادي كذلك على الاصول، مثلا واحد غتسب له جدو ولا غادي تقول جدو كان كيدير ولا ما كان ما كيديرش، الور كو هو ميت. هذا الجد واخا يكون على قيد الحياه ما عندكش الحق انك تمشي وتدخل في كل ما هو شخصي، وهذا الشيء مالوريزمون كنشوفوه يعني بطريقه يوميه كل دقيقه وكل ثانيه. دخلوا للصفحات نتاعكم على الفيسبوك، لربما الا ترفعت القضايا بشكل يومي كل شيء تقريبا غادي يتابع قضائيا. ما كاينش اللي ما كيمارسش التشهير، اللي ما كيمارسوش الناس ما كتنويش انها تمارسه ولكن كتمارسه بطريقه لا اراديه في مواقع التواصل الاجتماعي. صبحت اليوم ظاهره التشهير يعني وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياه الخاصه لا في بيرسونيل والحق في الصوره. مثلا الصوره راه ماشي غير اجي ودير الصوره نتاع شي واحد، راح تطلب منه الاذن عاد دير الصوره نتاعو، واش يوافقك ولا ما يوافقكش، قد يتابعك قضائيا. هذه القضيه نتاع الصوره حتى هي يعني متواجده بالفيسبوك، والناس ما عارفينش بلي راه ما عندهمش الحق يديروا صوره نتاع شخص اخر وهو ما متفقش عليها. تكلمنا على الامثله نتاع التشهير، دابا نعطيو يعني تعريف التشهير قانونيا. يعني هو مصطلح قانوني يتناول جميع اشكال التعبير اللي كتجرح كرامة الشخص ولا مؤسسة. التشهير ما كيخصش غير الناس، لا بيرسون فيزيك، ماشي اكس هذاك السيد يعني جا في حقه التشهير، راك تقدر تشهر حتى بشي مؤسسة ولا بشي مقاولة. تقدر مثلا غدا تقول بإلا هذيك المقاولة نتاع واحد فلان فلان راها كدير يعني كترمي الأزبال مثلا، وقانونيا ما عارفينش واش كترمي الأزبال فعلا ولا لا، كندخلوا فيها واحد
ولا هاد المقاولة كتوسخ، ولا هاد المقاولة ما كت منسورياش الناس اللي خدامين، الور كو السيد مسوري الناس اللي خدامين. هذا مجرد مثال وفقط، وكيدخل يعني فيما يخص التشهير. التشهير يعني كيعاقب عليه القانون في معظم دول العالم، في كل دول العالم وفقا للنص المخصص لقانون العقوبات. يعني كل دولة وعندها عقاب التشهير ديالها. العقوبة التشهير في المغرب ماشي هي عقوبة التشهير في تونس أو الجزائر أو ليبيا أو فرنسا أو إسبانيا. هذه العقوبات كتكون فيها، كيكون فيها، يقدر يكون فيها الحبس، كما يقدر يكون فيها غرامة مالية. ويعد التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية الرأي دون الاعتماد على وقائع ثابتة. ألور السؤال، عطينا تعريف على التشهير، دابا السؤال اللي نقدو نطرحوه هو أنه فوقاش كتكون عقوبة التشهير؟ فوقاش متى يكون التشهير جريمة؟ عندما يسبب التشهير بالعمل أو التشهير بسلعة أو مصلحة ما إلى مشكلات. يعني مين كتشهر بشي واحد وكتولد هاد التشهير، كيتولد عليه مشكلة، وكل هذا يولد ألما نفسيا للأفراد المعرضين له. يعني تقد تشهر فيه اليوم في الانترنت ويمرض، يطيح يدير لك إن ديبريسيون ولا يأثر عليه داك الشيء نفسيا. وقد يسبب هذا التشهير إلى خسائر مالية كبيرة للفرد الذي تعرض له. مثلا شي واحد يمشي يشوه السمعة نتاع شي أونتربريز، شي شركة، بالتالي المواطنين والمواطنات ما غاديش يبقاو يمشيو يشريو على هذاك الشركة. مثلا واحد مول الحانوت راه نقولوا عليه كيبيع البريمي مثلا، وهو ما كيبيعش البريمي، دونك الناس ما غاديش يبقاو يمشيو عنده. هذه داخلة فيما يخص التشهير. دونك هذا مول الحانوت غيبقى يخسر الفلوس لأن الناس ما كيشريوش عليه، وبالتالي هنا كتوقع يعني كيسبب التشهير يعني خسائر مالية كبيرة للفرد الذي تعرض له. وهنا يكون التشهير جريمة يعاقب عليها القانون. يعني هذا مول الحانوت إلا مشى ديبوزا بلانت ورفع دعوة قضائية على المشهر، غادي يكون فيها إما الحبس إما غرامة مالية. سبب تقدم السريع للتكنولوجيا والقدرة على اختراق الحسابات الخاصة فضلا عن العدد الهائل من المتسللين، انتشر التشهير والافتراء في المغرب والعالم. ونتيجة لذلك سعت الدولة إلى عقوبة التشهير في المغرب للحد من هذا التعدي عن طريق إنشاء وكالات هدفها اكتشاف ومحاكمة مجرمي الانترنت. نتيجة لذلك اللي كيدير التشهير هو مخبع، اللي كيدير التشهير ولكن كيتعرف من كيطرف دعوة قضائية، كاين مجموعة من الأخصائيين اللي يقدروا يعرفوا المشهر بطريقه او باخرى. كاين الناس مثلا معتمدين اللي كيديروا ديفو بروفيل وكيضربوا في الناس، هادو كيتعرفوا الا مشات حتى المؤسسه لعبت الدور ديالها الفعال والحقيقي، كيعرفوا من وراء هذا التشهير. عطينا تعريف التشهير وسبب يعني فوقاش كيكون التشهير جريمه. دابا نعطيو معنى التشهير في القانون المغربي. يعرف التشهير بانه معلومات مكتوبه او مطبوعه تحتوي على أخبار كاذبة ويتم تقديمه على أنه حقيقي. التشهير فوقاش كيكون يعني في القانون المغربي هو أنك ملي كتعطي واحد المعلومة في الانترنت ولا حتى فيربالمون، واخا تكون تتكلم مع شي واحد في القهوة وتقول مثلا بأن هذاك السيد راه كيدير وكيفعل وكيترك وهذا الشيء ماشي صحيح، هنا كنوقعوا يعني في التشهير يعني في القانون المغربي. وأن البيان الكاذب يتسبب في مشكلة مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، وكيؤدي التشهير بالفرد الى الاخلال بسمعته الى شهرته وضربت الواحد في السمعه ديالو ولا في الاصول ديالو. ويمكن ان يرتكب التشهير بتزوير صور او افلام لا علاقه لها بالحقيقه. كاين اللي يقديش التصويره نتاع شي واحد مثلا في المغرب وشي واحد معروف ويدير حداه قرعه نتاع الشراب، هو ما كيشربش. هذه داخله في التشهير. يعني كان هنا كنتحدثوا على تشويه سمعه. وقد انتشر هذا النوع من التشهير بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك شحال مرة كندوزوا على صفحات ولكن ما كان غير كنشوفوا اللي كيضحك اللي ما كيعجبوش الحال، ولكن كتكون عقوبة كيكون مفهوم التشهير يعني في القانون المغربي مجموعة من الصور اللي كتأدي بالناشرين ديالها للتشهير. يعني ويؤدي التشهير بالفرد إلى الإخلال بسمعته، ويمكن أن يرتكب التشهير بتزوير صور أو أفلام لا علاقة لها بالحقيقة، كتكون صور ولا دي فيديو. وقد انتشر هذا النوع من التشهير بسرعة
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل التلفزيونية والإذاعية وحتى في بعض الصحف والمطبوعات. تعرض للتشهير ذهاب إلى المحكمة. التعرض للتشهير يعني قد يدفع مولاه أنه يمشي يرفع دعوة قضائية ضد الشخص الذي أساء إليه وأفسد عليه حياته. القانون المغربي، القضاء المغربي كيرتكز أساسا في قضايا الجرائم والقذف والتشهير على ركيزتين أساسيتين، كيخصهم يكونوا حاضرين بجوج حتى يتم الاعتراف بالقضية كقضية تشهير. يعني باش تكون هذه القضية ليجيتيم تاع التشهير كيخص فيها مجموعة من الشروط، وتكون عقوبة التشهير في المغرب على مرتكب الفعل وأركان الدعوة في جرائم التشهير هي المكون الأخلاقي أي النية الإجرامية، كما يعد الإعلان والنشر والائتمان جزءا من الركيزة المادية. وكاش كتكون شروط رفع قضية تشويه سمعة وتشهير؟ القانون المغربي كيقول لك بأنه شي واحد اللي كيمارس التشهير كيخص أنه يدير يقول أقوال ولا أفعال ولا صور لفعل. ومن المرحلة الجاوجة من كيدير هاد الشخص صورة ولا أقوال، يعني كيكون القصد دياله هو المس بالحياة الآخرين. القضية الثالثة هو أن لا يكون الفرد موافقا على النشر. يعني أول حاجة كتهضر في واحد السيد كتقول شنو كيدير، ثاني حاجة كتقصد بأنك غادي تمس في الحياة دياله، ثالث حاجة هو ماشي داكور ما موافقش على هذاك الشيء اللي كتقوله. انت مثلا صوره كنحطوا صوره نتاع شخص كنشوه له السمعه نتاعو مثلا على الفيسبوك، من خلال هذيك الصوره كيتبين بان الشخص اللي دارها باغي يمسلو بالحياه ديالو، وهذاك الشخص في الاصل ما موافقش. يعني هنا كاينه شروط التشهير اللي كتادي بالناشر الى عقوبات اللي هي كبيره. في حاله عدم توفر شرط من هذه الشروط فلا يوجد مساحة كافية للجزم أن هناك فعلا تشهير الذي يعاقب عليه مرتكبا. التشهير هو مفهوم معقد، يعني ذكرنا الشروط خص هذه الشروط توفر فعلا باش يمكن للمشرع أنه يطبق القانون فيها. عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها في المغرب. أنا مشيت نشرت مثلا صورة نتاع واحد السيد اللي ما باغيش على الصفحة نتاعي، يقدر يرفع بيا دعوة قضائية. وقد أكد المشرع المغربي النص القانوني رقم 1303 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 447 جوج، عقوبة التشهير في المغرب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل من قام بفعل عمدا وبأي طريقة بما في ذلك الوسائل المعلوماتية ببثه أو توزيعه تشمل على أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد الإساءة بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم. وتكون عقوبة التشهير في المغرب للفرد من عمل قاصدا أو بأي وسيلة أخرى بتسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص في أثناء تواجده في مكان خاص من غير معرفته أو موافقته، يعني سجن من 3 أعوام وغرامة من 2000 حتى 20,000 درهم. كتنص كذلك المادة 447 أن عقوبة التشهير في المغرب في القانون الجنائي بالسجن عام 1 إلى 5 أعوام وغرامة 5,000 إلى 50,000 درهم إذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها في المادتين في حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الأقرباء أو شخص له ولاية أو سلطة على المجني عليها أو مكلف برعايتها أو ضد قاصر. من هذا الشيء يقول له اللي بغينا نقوله اليوم، هذه رسالة للناشرين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والناس اللي كانوا يشطوا في الفيسبوك، راه هذا الشيء مأثر قانونيا. الأشخاص ما خصكش تشوهم، تقدر تتكلم على شخص مثلا على سياسي شنو دار من كيكون حكم قضائي، ولكن ما تقولش بأن هذاك السيد راه شنو كيدير في داره ولا هذاك السيد ها شنو هاكي كيلبس هاكي كيتمشى. يعني القصد ما خصوش يكون الإساءة للشخص، لأن هذا الشيء يعاقب عليه القانون في المغرب كما يعاقب عليه في جميع الدول. كانت هذه الحلقة فيما يخص عقوبة التشهير في المغرب وشروط تحقيقها كذلك، باش يمكننا نتحدثوا فعلا على ظاهرة التشهير اللي كنتكلموا عليها بشكل يومي. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى. تحياتي للجميع.